سوف نكمل إلى الوحدة الثانية من تعهف إلى عالم الأعمال Know about business Cab 1. الوحدة الثانية سوف تكون بشكل أساسي عن لما العيادة في الأعمال، وسوف نتطرق من خلالها إلى 4 موضوعات، كل موضوع سوف يحقق أحد هذه الأهداف التدريبية. الموضوع الأول سوف نتعرف من خلاله على أنواع المؤسسات وتصنيفاتها المختلفة بما فيها المؤسسات الخضراء والمؤسسات الاجتماعية. الموضوع الثاني من خلاله سوف نحدد مفهوم الدافع الريادي وأهميته والعوامل التي تساهم في تطبيقه لدى الرياديين. سوف نحدد من خلاله أهمية الريادة على مستوى الأفراد والمجتمع والاقتصاد والأعمال. الهدف التدريبي الرابع والأخير سوف يكون حول تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة وتصنيفها ونقاط قوتها وضعفها. الموضوع الأول وهو المؤسسات في مجتمعك، سنحقق من خلاله الهدف التدريبي الأول. ما هي الأهداف التدريبية الأساسية للموضوع الأول؟ تحديد أنواع المؤسسات المختلفة الموجودة في داخل المجتمع وأهميتها في تأمين السلع والوظائف. وكذلك سوف نحدد مفهوم المؤسسة الخضراء وأنواعها وإعطاء أمثلة عنها سواء كانت محلية أو إقليمية، وفهم الأشكال المختلفة للمؤسسات الاجتماعية ومدى ملائمتها للريادة الاجتماعية. أنواع المؤسسات المختلفة، يعني لو مثلا كتبنا أسماء مجموعة من المؤسسات في المجتمع الذي أنت تعيش فيه، وحددنا مثلا مجموعة مختلفة من هذه المؤسسات، مؤسسات مثلا تهتم بالمأكولات والمنتجات، ونجد أن هنالك مؤسسات أخرى مثلا مؤسسات منتجات خشبية، مؤسسات أثاث مثلا وملحقاتها، مؤسسات تهتم بعملية الطباعة والنشر، والكثير من المؤسسات التي يغلب عليها الجانب والشكل التصنيعي، وممكن أن نصنفها على أنها مؤسسات تصنيعية. لو مثلا لاحظنا مجموعة أخرى من المؤسسات، مثلا تجار أدوات البناء مثلا والطاقة الشمسية والبضائع العامة، المتاجر التي تبيع البضائع العامة ومتاجر المأكولات بشكل عام، نجد أن هذه المؤسسات الذي يغلب عليها هو تجارة التجزئة. ولو مثلا ألقينا النظر على مؤسسات أخرى مثل تجارة السيارات مثلا، محطات الوقود مثلا والبنزين الموجودة في المجتمع، المتاجر مثلا العدة والأثاث والمواد الإضافية، سوف نجد أن السمة الغالبة عليها هي تجارة الجملة. كما وهنالك الكثير والكثير جدا من المؤسسات الخدماتية في داخل المجتمع، مثل خدمات التعليم نفسه، الخدمات الاجتماعية، الخدمات التربوية، القانونية، الصحية، وهنالك العديد العديد من المؤسسات التي تقدم مختلف أنواع الخدمات. نلاحظ أن يمكن أن نصنف المؤسسات المختلفة على حسب الحاجة من التصنيف. يعني مثلا لو كنا نريد أن نتطرق إلى موضوع الربحية، ممكن أن نصنف المؤسسات إلى ربحية واجتماعية. مؤسسات ربحية يعني مجال تركيزها الأكثر على الأرباح، بينما المؤسسات الاجتماعية تعتبر مؤسسات خدماتية أكثر وتحاول أن تسعى إلى النهوض بالمجتمع وتقديم الخدمات إلى الفئات المهمشة مثلا في داخل المجتمع. وهكذا نستطيع أن نصنف المؤسسات إلى مجموعة مختلفة من المؤسسات على حسب الحاجة من عملية التصنيف. ممكن أن يكون هنالك مثلا نريد أن ندرس ما هي الفروقات ما بين المؤسسات التي تعمل مثلا داخل البلد والمؤسسات التي تعمل خارج البلد، فنصنفها على أنها مؤسسات مثلا محلية وأجنبية. نريد مثلا أن ندرس الأفراد وتأثيرهم والشركات وتأثيرها في داخل المجتمع، فممكن أن نصنف المؤسسات إلى فردية وشركات، وهكذا ممكن أن نصنف أيضا إلى خاصة وعامة، القطاع الحكومي هو الذي يغلب عليها، ونظامية وغير نظامية، وتصنيعية وخدماتية واستهلاكية وصناعية وصغيرة وكبيرة، إذا كنا نريد أن نتطرق إلى أحجام هذه المؤسسات. وهكذا هنالك العديد
من التصنيفات المختلفة للمؤسسات. في النهاية هذه المؤسسات هي التي تمثل عصب الحياة في داخل المجتمع، فهي توفر الوظائف للأفراد في داخل المجتمع، وهي في نفس الوقت توفر الخدمات المختلفة والمنتجات المختلفة وتلبي الحاجات المختلفة للأفراد الموجودين في داخل المجتمع. وكلما ازداد عدد هذه المؤسسات وازدادت الخدمات التي تقدمها، كلما كان هنالك ازدهار اقتصادي بشكل أكبر في داخل المجتمع. كما وتتمتع المؤسسات في المجتمع المحلي بالقدرة على الاستفادة من بعضها البعض، يعني قد يكون المخرج لمؤسسة ما هو مدخل في مؤسسة أخرى، وهذا هو الغالب في المؤسسات بشكل عام في داخل المجتمعات. يعني مثلا لو مثلا المطاعم والفنادق مثلا تقدم خدمات الضيافة من ضمن خدماتها بشكل عام، تقدم وجبات الطعام مثلا. نجد مثلا أن مربي الدواجن المخرجهم من الدجاج هو مدخل في المطاعم والفنادق على سبيل المثال. وهكذا نجد أن الكثير من المؤسسات مخرجاتها هي أيضا تعتبر مدخلات لمؤسسات أخرى. وكلما زادت هذه الدورة وزاد تدوير البضائع والمنتجات والخدمات في داخل المجتمع، كلما ازدهر الوضع الاقتصادي في داخل المجتمع، وكلما توافرت الوظائف أيضا بشكل أفضل للأفراد العاملين في داخل هذه المجتمعات. كما ويكتسب النساء والرجال في سياق التدريب والتعليم مهارات متنوعة تؤدي إلى خوض مهن مختلفة، ويتم توظيف هذه المهارات في المؤسسات التي تعنى بالتجارة والخدمات والتصنيع والترفيه والمعلومات والتواصل وأنواع المؤسسات الأخرى. فهنالك الكثير من المجالات العمل التي تفتحها هذه المؤسسات، ولكي يتم تلبية احتياجات سوق العمل فينبغي أن يكون هنالك أفراد بمهارات مختلفة يلبوا حاجة سوق العمل. فنجد أن هنالك مؤسسات ترتكز أكثر إلى المعلوماتية مثلا، فبالتالي هم في حاجة إلى أفراد يكونوا خريجين من الكليات التقنية. هنالك مؤسسات مثلا صحية، فبالتالي ينبغي أن يتوفر المهارات الصحية عند الناس الذين يريدون أن يعملوا في هذه المؤسسات، مثل التمريض، مثل الطب بشكل عام. وهكذا تنوع واختلاف المؤسسات يؤدي إلى تنوع واختلاف في المهارات المطلوبة لإشغال هذه المؤسسات ولتشغيل هذه المؤسسات، وبالتالي يؤدي إلى تنوع في فرص العمل سواء أمام الرجال أو النساء. ذو الإعاقة أيضا، ذو الإعاقة في داخل المجتمع من حقهم أن يجدوا الفرصة المناسبة لأعمالهم، يعيشوا حياتهم الطبيعية في داخل المجتمع بما لا يتعارض مع مصلحة المؤسسة. يعني مثلا هنالك إعاقة مثلا حركية لبعض الأفراد، من حق ذلك الفرد بعد أن يكون قد تخرج من الكلية المناسبة أن يعمل في المؤسسات المناسبة له والتي لا تعتمد في عملها بشكل أساسي على الحركة، فبالتالي يكون عنصر فعال في داخل المجتمع ويستطيع أن يساهم أيضا في بناء هذا المجتمع ما دام تتوفر فيه المهارة المطلوبة والإعاقة التي عنده لا تتعارض مع مصلحة المؤسسة التي سوف يعمل فيها. كما وتتمثل الخطوة الأولى بتقييم المؤسسات المختلفة القائمة ضمن مجتمعك المحلي وبالتنبه إلى إمكانياتها. أما الخطوة الثانية فتقضي بتحديد الطريقة التي تتوافق فيها مهاراتك مع المؤسسات المحتملة المختلفة، كما أشرنا إلى ذلك منذ قليل. بعد أن تطرقنا إلى أنواع المؤسسات المختلفة، أصبح هنالك حاجة إلى التطرق إلى المؤسسة الخضراء، بالذات بعد أن ازداد التلوث في البيئة بشكل عام وانبعاثات الغازات من المصانع التي أدت إلى مشاكل في طبقة الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض، ومن ثم التأثير على الحياة وبالذات الحياة الخضراء والأشجار الموجودة على سطح الأرض. وهذه المشاكل كلها يعاني منها العالم اليوم نظرا لعدم وجود مفهوم واضح للمؤسسات الخضراء عندنا، ونظرا لأننا لا نحاول أن نعمل من خلال المؤسسات الخضراء. فبالتالي ما هي المؤسسة الخضراء؟
طبعا في النهاية المؤسسة الخضراء تحاول أن تجني المال وتحقق منفعة اجتماعية، ولكن هذه المنفعة الاجتماعية لا تكون على حساب البيئة، فبالتالي تحاول أن تتفادى عمليات تلويث البيئة، فهي تساهم في الحد من انبعاثات الغازات بشكل عام والمشاكل التي يحدثها في طبقات الأوزون، كما تحاول التقليل من النفايات والتلوث، يعني تحاول أن تنتج منتجات لا ينتج عنها نفايات تضر بالبيئة. وإذا كان هنالك مخلفات للمنتجات التي تنتجها، فتحاول أن تكون هذه النفايات يمكن إعادة تدويرها مرة أخرى أو التخلص منها دون الإضرار بالبيئة. كما تحاول هذه المؤسسات أن تحمي المنظومات البيئية المختلفة والحياة في المحميات الطبيعية، وأن تحافظ على المناطق الخضراء الموجودة على الأرض، وخفض استهلاك الطاقة والمواد الخام وما ينبعث من المواد الخام من الغازات، واستهلاك الطاقة ومحاولة التوجه نحو الطاقة عن طريق الشمس، حتى نحاول أن نحافظ على البيئة ونقلل من المخلفات البيئية بشكل عام. مؤسسة الخضاء مفهومها واسع، فهي تشمل جميع القطاعات وليست مقتصرة على قطاع دون الآخر. ممكن أن نطبق هذا المفهوم في القطاعات الزراعية والصناعية والأبحاث والتنمية والهندسة وتخطيط وإدارة المشاريع، والجميع هذه القطاعات يمكن أن نطبق عليها هذا المفهوم، بحيث أن نحاول أن نبني مؤسسات صديقة للبيئة، محافظة على البيئة، وفي نفس الوقت توفر احتياجات المختلفة للمجتمع الذي تعمل فيه، كما وتشمل المساعدة في حماية المنظومات البيئية المختلفة والتقليل من استخدامات الطاقة والمواد واستهلاك المياه، وبالذات أن هنالك مشاكل ما بين دول العالم المختلفة على موضوع المياه واستهلاك المياه، فيجب علينا أن نقتصد في هذا الأمر وأن لا نستهلك المياه بشكل فيه إسراف وفيه تهديد للمياه الجوفية، بحيث يهدد مستقبل المجتمعات والأجيال القادمة. ما هي أنواع المؤسسات الخضراء؟ يعني عادة يصعب هنالك أن نضع فيصل وحد واضح وقاطع ما بين المؤسسات الخضراء أو المؤسسات التي ليست خضراء، فالأمر ليس إلى هذا الحد إما أبيض أو أسود، فهنالك كلما كانت المنتجات التي تنتجها المؤسسة وأثناء عملية إنتاج هذه المنتجات أو تقديم الخدمات المختلفة لا تضر هذه المؤسسة بالبيئة، كلما كانت مؤسسة خضراء. ولكن لا يوجد مؤسسات نقية بنسبة 100%، بحيث أنها لا تضر بأي حال من الأحوال بالبيئة، فممكن أن نعتبر هذه المؤسسات أيضا مؤسسات خضراء. فبالتالي سواء كانت هذه المؤسسة بشكل كامل أو بشكل جزئي لا تضر بالبيئة ومنتجاتها صديقة للبيئة، ممكن أن نعتبرها أيضا مؤسسة خضراء. فيمكن المؤسسة الخضراء أن تتسم بأسلوب عمل أخضر أو بمخرجة خضراء أو بالاثنين معا، يعني ممكن تكون مؤسسة خضراء من حيث أساليب العمل، ممكن تكون مؤسسة خضراء من حيث المخرجات، ممكن تكون مؤسسة خضراء من حيث المخرجات وأساليب العمل معا. مثال، لو تطرقنا إلى النقطة الأولى، المؤسسات بأساليب عمل خضراء، ما هي المؤسسات التي تقوم بأساليب عمل خضراء؟ يمكن أن تتواجد في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية. خضرت المؤسسة تفترض تحويل أسلوب الإنتاج للسلع والخدمات إلى أسلوب أكثر كفاءة من حيث الطاقة والمواد، يعني بدنا نحاول نحافظ على الطاقة ونحافظ على المواد قدر الإمكان، وما يكون في هنالك إهدار في الطاقة أو إهدار في استنزاف المواد من المجتمع، وهذا ما يفضي إلى الحفاظ على نوعية البيئة وتحسينها ولتحقيق أرباح تجارية أكبر أيضا للمؤسسة. ويمكن أن نشمل ذلك اختيار المواد الخضراء ذات الأثر المحدود على البيئة
أو المواد المعاد تدويرها من النوعية ذاتها، فضلا عن الحد من النفايات الناتجة من أساليب الإنتاج واستخدام أساليب التعبئة والتغليف الخضراء. على سبيل المثال لكي تتضح الصورة بشكل أفضل، الشركات المشروبات الغازية مثلا في الفترة الأخيرة نلاحظ أن هنالك شركات أحجمت عن استخدام العبوات البلاستيكية، أصبحت تستخدم العبوات الزجاجية مثلا الكولا اللتر والكولا اللترين، أصبحت تعبأ بزجاجات. هذه الزجاجات مستردة، يعني بعد أن تقوم أنت باستهلاك الكولا ترد هذه الزجاجة مرة أخرى إلى المكان الذي اشتريتها منه، وتجمع الشركة أو المؤسسة هذه الزجاجات مرة أخرى وتعيد استخدامها. هذا مثال رائع على المؤسسة الخضراء، بدل من استخدام البلاستيك مثلا والعبوات البلاستيكية، وتلقى هذه العبوات البلاستيكية وتلوث البيئة، بالذات البلاستيك يأخذ وقتا طويلا لكي يتحلل، وخلال طول هذه الفترة سوف يكون ضاهن بالبيئة. فعملية استخدام مثلا الزجاجات من قبل الشركات التي تعمل في المشروبات الغازية كان توجه رائع من قبلهم للمحافظة على البيئة، بحيث لا يكون هنالك مخلفات من وراء إنتاجهم ممكن أن تضر بالبيئة بشكل عام. والمؤسسات بمخرجات خضراء، أي أن المنتج النهائي والمخرج النهائي للمؤسسة يعتبر صديق للبيئة. مثلا هنالك مؤسسات تنتج ألواح شمسية، ألواح الطاقة الشمسية، ألواح الطاقة الشمسية هذه طبعا تعتبر صديقة للبيئة، تستخدم طاقة الشمس في النهار لإنتاج الكهرباء، فبالتالي تعتبر مخرج صديق للبيئة. أيضا هنالك توجه في الفترة الأخيرة نحو اللمبات، مثلا إنتاج اللمبة الموفرة للطاقة، ممكن لمبة الليدات مثلا، هذه توفر الطاقة بشكل كبير وبذلك تحافظ على استهلاك الطاقة بشكل عام في العالم، فهذه أيضا تعتبر مؤسسة بمخرج أخضر. فهذه مؤسسات تعمل بكفاءة عالية، وقد تكون المؤسسة كما أشرنا مؤسسات بمخرجات وأساليب خضراء معا، بمعنى أن أسلوب العمل هو أخضر والمخرج أيضا أخضر في نفس الوقت. فممكن أن تكون المؤسسة مثلا تنتج اللوحات الشمسية لإنتاج الكهرباء، وفي نفس الوقت هذه المؤسسة تستخدم أيضا اللمبات الموفرة للطاقة، فتكون بذلك قد جمعت ما بين المنتج الأخضر وما بين الأسلوب العمل الأخضر. ما هي الخضرنة الزائفة؟ الخضرنة الزائفة هي بمثابة عملية يتم فيها استخدام العلاقات العامة الخضراء أو التسويق الأخضر بشكل مخادع من أجل الترويج لفكرة أن غايات المؤسسة وسياساتها مراعية للبيئة، ولكن في حقيقتها غير مراعية للبيئة. ويمكن استخدام الخضرنة الزائفة سواء من أجل زيادة الربح أو كسب الدعم السياسي مثلا والتأييد الشعبي والتأييد المجتمعي، لأن المؤسسات التي تتبع أساليب العمل الخضراء تجد الكثير من الاحترام سواء على المستوى المجتمعي أو على المستوى السياسي أو على المستوى العالمي، فبالتالي هناك مؤسسات تحاول أن تخدع الرأي العام وتظهر وكأنها مؤسسة خضراء، ولكن في حقيقتها هي ليست مؤسسات خضراء، وهذا ما يعرف بالخضرنة الزائفة. ومع الأسف في هذا السياق الأكثرية الساحقة من المنتجات في الأسواق، يعني 95% منها مشمولة بأساليب الخضرنة الزائفة، لذا تأكد من أنك تختار المنتج الصديق للبيئة. عادة أن نتدارك التلوث من البداية أفضل من أن ننتج منتجات تلوث البيئة ومن ثم نحاول عملية إعادة تدوير لهذه المخلفات التي تؤذي البيئة. مثل المثال الذي طرحناه، مؤسسة مشروبات غازية تستخدم العبوات الزجاجية، هذه العبوات الزجاجية يمكن إعادة استخدامها مرات عديدة،
بدلا من أن تقوم بالتعبئة في عبوات بلاستيكية، وهذه العبوات البلاستيكية سوف تؤذي البيئة، وبدلا من إعادة جمعها وإعادة تدوير هذه العبوات البلاستيكية، أنا من البداية بستخدم عبوات زجاجية قابلة لإعادة الاستخدام مرات عديدة دون أن تؤذي البيئة ودون الحاجة إلى عملية إعادة التدوير. فبالتالي تفادي المشكلة أفضل من الوقوع في المشكلة ومن ثم محاولة حل هذه المشكلة. وفي هذا السياق أيضا ينبغي التأكيد على أن المؤسسة قد تكون مؤسسة خضراء، ولكن في النهاية ينتج عنها أيضا تلوث مضر بالبيئة. مثلا عملية إعادة تدوير النفايات الورقية وإعادة إنتاج الورق من هذه النفايات الورقية تعتبر مصانع صديقة للبيئة، ولكن في أثناء أساليب المستخدمة في عملية إعادة تدوير الأوراق مرة أخرى تستهلك كميات كبيرة من المياه، وهذه المياه تعتبر بعد استخدامها تصبح مياه ملوثة، وينبغي أيضا أن لا يتم التخلص منها دون معالجة هذه المياه الناتجة عن عملية إعادة تدوير الورق. فبالتالي حتى إن كان المنتج أخضر ينبغي أن نأخذ أيضا بعين الاعتبار أن أسلوب العمل يجب أن يكون أيضا من الأساليب العمل الخضراء. صحيح قد استفدنا من عملية إعادة تدوير الورق وإنتاج أوراق جديدة منه وإعادة استخدام هذه المخلفات التي تعتبر ضارة بالبيئة إذا ما تم إعادة تدويرها، لكن أيضا أساليب العمل يجب أن تراعي البيئة ويجب أن تحافظ على البيئة في نفس الوقت. وهنالك مجموعة من الأمثلة في المنطقة العربية عن المؤسسات الخضراء مثل السياحة البيئية في الأردن، فالأردن يوجد فيها الكثير من المحميات البيئية التي يمكن استخدامها في العمليات السياحية. فهنالك فهذه المحميات تحتوي على أجناس مختلفة من الحيوانات ومن النباتات المهددة عالميا، ويتم استغلالها في نفس الوقت في الترويج للسياحة في داخل الأردن. كما هنالك المباني ذات الكفاءة العالية من حيث الطاقة، المباني تساهم بنحو 80% وممكن أكثر في توفير الطاقة. كيف يتم توفير الطاقة في هذه المباني الخضراء؟ وذلك من خلال الاحتفاظ بالطاقة من حيث جودة عزل النوافذ، جودة عزل الواجهات المباني بحيث تكون معزولة عن البيئة، فتحتفظ هذه المباني مثلا بالطاقة وبالحرارة في فصل الشتاء، فتحتاج إلى كمية أقل من الطاقة من أجل عمليات التدفئة. وبالإضافة إلى ذلك تستخدم هذه المباني الطاقة الشمسية بشكل أساسي، مثلا في عمليات تسخين المياه تستخدم الطاقة الشمسية بدلا من أن تتم عمليات تسخين المياه على الكهرباء واستهلاك وهدر طاقة الكهرباء. وكما وأنها تستخدم مواد بناء معاد تدويرها، وبهذا فهي تساهم في المحافظة على البيئة الخضراء. مثال مميز آخر، الطاقة الشمسية في مصانع تحلية المياه في السعودية، فتستخدم السعودية الآن الطاقة الشمسية من أجل تحلية المياه الشرب وتوفير مياه الشرب الصالحة للمواطنين في داخل السعودية، وبدلا من أن تستخدم مثلا البترول وما ينبعث عنه من انبعاثات غازية، تحاول أن تستخدم الطاقة الشمسية الغير مضرة بالبيئة، والتي في نفس الوقت تهدف إلى التقليل من كلفة استهلاك المياه والطاقة بنسبة 40%، فبالتالي هي أيضا توفر في استهلاك الطاقة بشكل كبير. مثال آخر، الزراعة العضوية. الزراعة العضوية يتم تجنب الأسمدة والمبيدات الكيميائية بشكل أساسي،
فهذه الأسمدة والمبيدات الكيميائية تتصاحب إلى التربة وتؤدي إلى عمليات تلوث سواء في المياه الجوفية أو في التربة نفسها، وتؤدي إلى تآكل في التربة وإلى إنتاج محاصيل غير صحية. فالزراعة العضوية تحاول أن تتجنب هذه المبيدات الكيميائية من أجل المحافظة على البيئة. ومن المشاريع الهامة أيضا الري بالتنقيط في المنطقة العربية. فالمنطقة العربية بشكل عام تعاني من نقص في المياه، والري بالتنقيط معنى ذلك أننا نستخدم أنبوبا مثلا، وفي هذا الأنبوب فتحات توضع عندها الأشجار بحيث يتم التنقيط من المياه على هذه النباتات، فبالتالي هنالك توفير بشكل كبير جدا في المياه المستخدمة في الري، وتحقيق ل 95% كفاءة في الري، إضافة إلى عدم الحاجة إلى الأيدي العاملة. فمجرد هذه الأنابيب ومن خلال الفتحات الموجودة فيها والتي تنقي تنقيط المياه على الأشجار الموجودة عندها، أنت لست محتاجا إلى أيدي عاملة تقوم بهذه العملية. وهذا الأسلوب أدى أيضا إلى التقليل من الأمراض النباتية والحشرات والأعشاب الضارة، زيادة المردود بالمقارنة مع أنظمة الري الأخرى. أشكال المؤسسات الاجتماعية وتطورها. هنالك ثلاث أنواع أساسية للمؤسسات الاجتماعية، وبغض النظر عن مدى الاتفاق والاختلاف حول هذه المؤسسات، إلا أننا ممكن أن نعتمد على وجود ثلاث تصنيفات لهذه المؤسسات: مؤسسات غير حكومية أو غير ربحية، ومؤسسات اجتماعية، ومؤسسات هجينة من النوعين السابقين. لو تطرقنا إلى النقطة الأولى وهي المؤسسات غير الحكومية أو غير الربحية، هي مؤسسات في النهاية لا تهدف إلى الربح، وتعتمد بشكل أساسي على التمويل الخارجي، وتعتمد على تقديم مقترحات مشاريع للممول الخارجي. وهنالك اعتراض على تسميتها مؤسسات اجتماعية لأنها تعتمد بشكل أساسي على الممول الخارجي، ومعظم هذه المشاريع تقف بمجرد توقف التمويل عنها، ويجب أن تتوافق المشاريع المقدمة مع أهداف الممول. فمثلا هنالك الكثير من مشاريع التشغيل، مثلا مشاريع تشغيل الأيدي العاملة ومحاولة التخفيف من حدة البطالة، وهي مشاريع ممكن أن تؤدي إلى خفض البطالة إلى حد ما، ولكن مشكلة هذه المشاريع أنها غير دائمة، وبمجرد انتهاء التمويل أو توقف التمويل تعود نسب البطالة كما كانت. نظرا إلى المشاكل التي تواجهها هذه المؤسسات، مؤسسات غير حكومية أو غير الربحية، تطور هنا مفهوم المؤسسة الاجتماعية. فالمؤسسة الاجتماعية ممكن أن نعتبرها أنها غير حكومية أو غير ربحية من حيث الهدف، هي لا تهدف إلى الربح بشكل أساسي، الربح يعتبر شيء ثانوي في هذه المؤسسة. المؤسسات غير الحكومية أو غير الربحية إذا توقف المستثمر أو إذا توقف الممول بشكل أساسي عن دعم المشاريع، فإن هذه المشاريع تقف، وبذلك تصبح المؤسسة عاجزة عن إحداث الأثر المطلوب. فكانت الفكرة في المؤسسات الاجتماعية أنها هي مؤسسات ريادية، وهي مؤسسات الربح ليس أساس فيها، ولكن إلى جانب ذلك هي أيضا تهدف إلى تحقيق نوع من الربح، ولكن هذه الأرباح التي لا تعتبر هدف أساسي لهذه المؤسسات سوف تستخدمها في دعم مشاريعها ودعم عملية استمرارها في تقديم الخدمات للمجتمع، بحيث إذا توقف الممول الأساسي لها لا تقف مشاريعها كما هو الحال في المؤسسات غير الحكومية أو غير الربحية. فهي مؤسسات تعمل بطرق وآليات أي مؤسسة ريادية عادية، ولكن هدفها الأساسي هو إحداث تغيير اجتماعي أو ثقافي أو بيئي ما، بينما يكون هدف تحقيق الأرباح ثانويا ويهدف إلى دعم الهدف الأساسي لهذه المؤسسة، أي إحداث التغيير الاجتماعي المطلوب.
هنالك الكثير من النقاشات والجدالات التي أصبحت حول هذا المفهوم للمؤسسة الاجتماعية، خاصة أن هنالك وكأنه عملية خلط ما بين مفهوم المؤسسات غير الحكومية أو غير الربحية من حيث الهدف، وما بين تحقيقها للأرباح، وبذلك تدخل في جانب المؤسسات الأعمال أكثر منها المؤسسات الغير ربحية. فبالتالي أصبح هنالك انتقاد لهذه المؤسسات، ولكن مع الوقت هنالك تقبل بشكل أفضل وبشكل أكبر لهذه المؤسسات، وتتجه العديد من المؤسسات لتكون مؤسسات اجتماعية، فهي في النهاية تهدف إلى تحقيق أهداف تنموية، وفي نفس الوقت ما تحقق من أرباح لا يكون هو الأساسي بالنسبة لها، وتستخدمه في دعم الهدف التنموي الأساسي الذي من أجله تم إنشاء هذه المؤسسة. فبالتالي هذا المفهوم أصبح أكثر قبولا في الفترة الأخيرة، وأصبح الرياديين الاجتماعيين يحاولون أن يطبقوا هذه المفاهيم من خلال المؤسسات الاجتماعية حتى تكون قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها ومواصلة تقديم خدماتها إلى المجتمع في حال توقف الدعم عنها، حيث أنها تحقق هامش من الأرباح يمكن أن تصرف من خلالها على نفسها في مختلف العمليات التشغيلية الأساسية التي تحتاجها من أجل الاستمرارية. فهناك الكثير من الجدل حول هذه المؤسسات والأرباح التي تتحقق، وكيفية استخدام الأرباح الناتجة عن المؤسسة الاجتماعية بعد أن تكون المؤسسة قد حققت أهدافها وغطت كل مصاريفها. الهامش الربح الذي يأتي بعد ذلك، كيف سوف تتعامل معه المؤسسة؟ أحد الأساليب الآتية: هنالك من يؤيد يجب إعادة كل الأرباح إلى رصيد المؤسسة واستخدامها في تطوير الأعمال فقط، وهنالك من يؤيد أنه يجب استخدامها في تغطية الاستثمارات الأصلية والعائدات المتفق عليها مع المستثمرين، وبعد ذلك تستخدم فقط في تطوير الأعمال دون توزيع لهذه الأرباح، وهنالك من يتجه أنه لا مانع من توزيع الأرباح على المستثمرين. في النهاية هنالك أنت تعتمد على المستثمرين في دعمك لهذه المشاريع، فبالتالي لا مانع من توزيع الأرباح على المستثمرين ومالكي الأسهم في المؤسسة كأي مؤسسة عادية. وأخيرا المؤسسات الهجينة، وكما أشرنا هي ما بين هاتين الحالتين، حيث أن هذه المؤسسات تعمل بنظام يدمج ما بين الفئة الأولى والفئة الثانية، وتشمل أيضا المؤسسات التي هي في طول خروج من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية. فتعتمد هذه المؤسسات لبلوغ أهدافها التنموية بشكل جزئي على التمويل الخارجي والمنح كما في هذه المؤسسة، ولكنها تعتمد أيضا على القيام ببعض الخدمات والنشاطات التي تنتج لها دخلا ماديا مثل المؤسسات الاجتماعية. فهذا سوف يساعدها في التمويل العمل، وسوف يساعدها في الاستمرارية في العمل. وقد تكون هذه النشاطات ذات علاقة مباشرة بالموضوع الأساسي، يعني مثلا مؤسسة تهدف إلى محو الأمية عند الكبار، ممكن إلى جانب هذا الهدف تقوم بإعطاء دروس أخرى ربحية لمن يحتاجها من الفئات الأخرى. قد تكون تلك النشاطات غير متعلقة مباشرة بالموضوع، مثل حفلات العشاء الخيرية أو بيع بعض المنتجات الحرفية من أجل المساعدة المؤسسة ودعم تمويل المؤسسة. فهي تعتبر مؤسسة ريادية حتى أكثر من الفئة الأولى، فهي تحاول أن تضمن تمويل ذاتي لها لكي تستطيع أن تستمر وتستقل في المستقبل، وتحافظ على تقديم المشاريع التنموية بما يخدم المجتمع العامل فيه. بالنسبة لهذا الموضوع هنالك ورقتي عمل. ورقة العمل الأولى تتعلق بزينة وشبكة نوايا التي أسستها، ورقة العمل الثانية تتعلق بالمؤسسات الصغيرة المحلية، وذلك كما يلي.
ورقة العمل الأولى زينة وشبكة نوايا، يمكنك أن تدرس هذه الحالة الدراسية وتدخل إلى الموقع ذو العلاقة بالموضوع وهو موقع نوايا.org وتتعرف على مصطلح لجاود فاندينج، وهو المصطلحات الهامة التي تستخدم حديثا في التمويل الجماعي أو أي تمويل مشروع ما عبر مبالغ صغيرة من عدد كبير من المانحين أو من المستثمرين. هذا هو المفهوم الأساسي الذي يستخدم بشكل شائع في الآونة الأخيرة. وبعد ذلك أن تجيب على أسئلة النقاش الموجودة في نهاية هذه الحالة الدراسية. كما هنالك ورقة عمل ثانية تتعلق بالمؤسسات الصغيرة المحلية، سوف تقوم بتسجيل 15 مؤسسة موجودة في مجتمعك المحلي تعتبرها فعالة أو مربحة أو مناسبة ذات فكرة ذكية. وبما أنك قد تجد أكثر من 15 مثال مؤسسات صغيرة، ركز على الأنواع التي تهمك إلى حد كبير ودون التالي: ماذا ستدون؟ السلع والخدمات المتاحة، سبل تنافس المؤسسات من أجل اجتذاب الزبائن واكتساب حصة من الأسواق، والأثر البيئي لكل مشروع من المشاريع، وجنس مالك المؤسسة، وأي إعاقات ظاهرة لدى مالك المؤسسة، وإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى موقع المؤسسة. هذا ينتهي هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.